سيد الرئيس، بادي ذي بدء، أنا أقول أني أعلن نفسي رئيس كتلة الشعب، وهي أكبر كتلة في هذا المجلس، وأدعو الزملاء الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه الكتلة أن ينضموا الآن، وبناء على ذلك وقبل هذا لا يجب على أحد أن ينسى أني أول رئيس لهذا المجلس، وما زالت الرئاسة صفة من صفاتي. طبعا سيد الرئيس، وبناء طبعاً على سيد ذلك الرئيس. وبناء على ذلك كان إبراهيم أمة، وأنا هذا الشعب كله. سيد الرئيس، بدي الأبد لابد من الحديث عن الأمن. أنا شايف الثنية ونسمع في سي علي العريض قال ما في باليش بهالوثيقة، وأنا أصدقه، ما في بالوش بالوثيقة. طيب، ولكن عندما استمع وعلم بهذه الوثيقة وما نتج عنها، ماذا كان يجب عليه أن يعمل؟ كان يجب عليه أن يقيل وزير الداخلية والمدير العام للأمن القومي والخمسة مديرين عامين، كل هذا. وكان يجب عليه أن يعيد تركيبة وزارة الداخلية بكلها، لأن الذي حدث هو إنسان نائب بمثل الشعب قتل الشعب كله، ثم أن الوثيقة اللي جات من عند ناس نعرفوهم اللي هم قادرين ويعرفوا ثم، ثم الناس اللي خبوا الوثيقة. كنت تتصور أنه في يومها دوبهم يعلم السيد رئيس الحكومة، يعلم يحيلهم على القضاء في حالة التقصير والخيانة العظمى، لأنه قتل الشعب مش حاجة سهلة. هذا من ناحية الأمنية. ثم هل الأمن سليم في تونس؟ الأمن غير سليم، لأن الذي يقوم بعمله على الوجه المطلوب إما يطرد أو يعاقب. معنى ذلك أن إدارة الأمن تعمل لحسابات أخرى غير حسابات الوطن. الذي كتب في فساد ولسوسة، وسيد وزير الداخلية يعلم بفساد ولسوسة، والسيد علي العريض يعلم بفساد ولسوسة، وطلبت تغييره، لكن هذا الوالي ما زال جاثما. لماذا؟ لأنه مكلف بتدمير الولاية، وهذه سياسة حكومة وليست سياسة الوالي، لأن عندما يعلمون أن هذا الوالي يدمر ولاية ويسكتون عنه، معنى ذلك أنه يطبق سياسة حكومة، والذي يعمل بصدق يعاقب. إذن قضية الأمن وقضية السياسة أصبحت بين قوسين وأمامها نقطة استفهام كبرى. الذي يجرنا إلى المشكلة السياسية وتعليق أشغال المجلس، عندما بإيجاز سيد الكريم، نعم بإيجاز، لا مش بإيجاز، أنا نمثل الشعب والشعب هو اللي يتكلم، ماذا مش إيجاز وما عادش تعطلني وما عادش تقص علي. مانيش نقص عليك، لا يا نعم يا نعم. تعليق المجلس، عندما اغتيل السيد إبراهيمي تذكرنا الكارثة التي حدثت وقت الاغتيل شكري بن عيد، والذي تسبب في سقوط الحكومة. المرة هذه باش ما تسقطش الحكومة، اتفهمنا الترويكا في ركن مظلم، وقررنا تعليق المجلس حتى نمتص هذه الكارثة، وهذا عيب، وأقوله عيب. ثم تركتمونا نشتغل راضين، يعني عم ما كنتش راضين على هالعملة، وقت لها جد جد، وجينا مش نعمل جلسة افتتاحية ثانية ونعدل ونصح المسار، أكل وقت خفتوا وجاسي مصطفى يجري وحل المجلس، وهذا أحاسبكم تويكا جميعا. التويكا ماتت الله يرحمها، ولا بد من دفنها، وهذا الذي نعيشه اليوم هو ريحة منتنة تعجيفة اسمها الترويكا.
الرجاء يعني ما فماش الالتفاف على الطرق. هذه حقائق سيدة، هذه حقائق وانت تعرفها، هذه حقائق وانت تعرفها. عفوا سيد النائب، راهو نجم نقولوا اقوى العبارات ولكن ما نحتاجوش للكلام النابي الكلام المؤذي. اقوى المعاني باصدق المعاني. لا لا ابدا، تفضل اختم سيد الكريم. الالتفاف على الثورة، الالتفاف على الثورة، كل السياسة اليوم تعمل على الالتفاف على الثورة. هذه القضية بتاع الاعلاميين انا اباركها لانها ثورة الاعلاميين، واطالب السادة القضاة ان يثوروا ثورتهم على مؤسستهم ويصلحونها، لانها لابد من افتكاك مؤسسة القضاء ومؤسسة الاعلام من الذين ما زالوا يرهبون اصحابها. يا نعم، السيد البحيري ما زال يرهب القضاة، وحتى القاضي لما كانش فاسد اصبح خايف. هؤلاء الناس اللي مربوطين بدون ذنب وبدون تهمة وعداوا عامين في الحبس وثم خرجوا بعد ما سمع الدواء، شكون مسؤول عليهم يا بابا؟ هالناس اللي جوازات السفر متاعهم محجوزة بقوانين وبقرارات، بقرارات لا تنتمي الى قانون ولا تستند الى قانون، من مسؤول عليها؟ اليس القضاة؟ القضاة اليوم في حالة خوف، الفاسدين او الفاسدين كالعادة، اما الباهين والنظاف ولو خايفين. من شكون خايفين؟ خايفين من من الوزير السابق للعدل والمستشار اليوم الذي اصبح اقوى، والسيد وزير العدل مع احترامي ليه، كنت تحت هالقبة هذه نهار مباركته ونهار تسكيته، قلت له الاشياء لازم تشوفها في ظرف 3 شهور، ما نجمش شوفها. انا نعرف انه صادق وما نجمش شوفها لانه ثم ناس تعطل فيه. هذه هي الازمه اللي نعيش فيها، هذه الازمه الكارثيه الذي نعيش فيها، وتحاولون اخفائها عن الشعب وتحاولون. شكرا سيد النائب. شو شكرا؟ على الشكر يا سيد النائب. شكرا. على الشكر، على الشكر، شكرا على الجرائم القائمة. شكرا. لا سيد النائب، شكرا انك تحترم وقت زملائك وتختم. شكرا انك تحترم وقت زملائك وتختم. لا يا سيدي، اشكون قال لك انا مش مستحق اغتيالي غدوة لاني مشاغب؟ من قال لك ذلك؟ لا لا قدر الله. الوثائق، الوثائق تخفى، والذين يخفون الوثيقة ما زالوا اسياد سيد وما زالوا يمارسون السلطة. لا بد من اقالتهم اليوم. سيد طاهر، اليوم اليوم. نعم، ما تخليش انفعالك. لا مش انفعالك. لا ما تحترمش وقت زملائك، ارجوك. ما تخليش انفعالك يخليك تتكلم. ارجوك. لا يا سيد الكريم، تعرف قداش خليتك تتكلم؟ ثمانية دقائق وزملائك ينتظروا. عامله لي مزيه انت. لا يا سيدي، ماني عامله مزيه على حتى حد. انا الشعب لهنا ولا حطيتك غادي. شو الكلام هذا؟ عارف سيد الكريم، يا سيدي بارك الله فيك، كيف حطيت الماء؟ سيد الرئيس، ولكن ولكن لابد من اعاده ترتيب المجلس. احترم وقت زملائك. المجلس سيء التركيبه، وانا ادعو الى اعاده تركيبه المجلس قبل كل شيء. واضح سيد الكريم. شو الكلام هذا؟ بارك الله فيك سيد طاهر. تتفاكروا علي وتلعبوا بارك الله فيك سيد طاهر. احنا نواب شعب يا لالا. عارفه يا سيد الكريم، حتى انا نائب شعب. حتى انا نائب شعب. وشكرا. احسنت سيد الكريم. لا ما شاء الله عليك، كملت واستوفيت.